السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة العلوم العامة للصف الخامس الابتدائي. هيا بنا طالباتي نستمع إلى رؤية مدرستنا العزيزة. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعٍ متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. قوانين التعلم عن بعد: أذهب إلى دورة المياه قبل البدء، أبحث عن مكان هادئ، أجلس جلسة صحيحة، أطلب المساعدة لتشغيل الجهاز. الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا: الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، غسل وتعقيم اليدين بشكل دوري، يمنع مشاركة الطعام مع شخص آخر، ويمنع مشاركة أي أدوات مع شخص آخر. القيمة الشهرية لهذا الشهر: الابتكار. أما القيمة الأسبوعية وهي أهمية العلم. عنوان درسنا لهذا اليوم: توصيل الدوائر الكهربائية الجزء الرابع. أهداف درسنا: تعرف الحمل الكهربائي تعريفاً صحيحاً، تذكر أهمية الأسلاك الكهربائية في الدائرة الكهربائية. مفردات أتعلمها: دائرة كهربائية، خلية كهربائية، مصباح كهربائي، تيار كهربائي، مفتاح كهربائي. هيا بنا عزيزتي الطالبة نبدأ درسنا لهذا اليوم ونبتدي بالتهيئة. لدي هنا دائرة كهربائية، ولدي هنا ثلاث أطفال: دانا، محمد، خالد. قالت دانا في البداية: لفتح وإغلاق الدائرة الكهربائية نزيل أحد الأسلاك ثم نضع مرة أخرى. هل إجابة دانا صحيحة؟ أحسنتي، لا. أما محمد فقال: من رأيي لفتح وإغلاق الدائرة الكهربائية نزيل الخلية الكهربائية ثم نضعها مرة أخرى. هل إجابة محمد صحيحة؟ أحسنتي، لا. أما خالد فقال: من الأفضل لفتح وإغلاق الدائرة الكهربائية أن نضيف المفتاح الكهربائي. هل إجابة خالد صحيحة؟ أحسنتي، نعم. من الأفضل دائماً أن يكون في الدائرة الكهربائية لدينا مفتاح كهربائي. إذا كان لديك خلية كهربائية ومفتاح كهربائي، ماذا تحتاج لتكوين دائرة كهربائية؟ نعم، أحسنتي، ممتازة. نحتاج إلى المصباح الكهربائي وأسلاك التوصيل. ما وظيفة المصباح الكهربائي؟ نعم، يزودنا بالضوء، ممتاز. إذن المصباح الكهربائي يسمى حملاً كهربائياً. إذن عزيزتي الطالبة، ماذا تعتقدي المقصود بالحمل الكهربائي وما هي الأمثلة عليه؟ نعم، الحمل هو الجهاز المراد تشغيله.
مثل عزيزتي المصباح الكهربائي أو الجرس أو محرك كهربائي. كل هذه الأجهزة تسمى الحمل. ما هو تركيب المصباح الكهربائي؟ كما نرى عزيزتي الطالبة، تركيب المصباح الكهربائي يتكون من الزجاج وبداخله فتيلة التنجستين، ولدي هنا القاعدة، وهذه القاعدة لها نقطتان للتوصيل. إذن عيني أجزاء المصباح الكهربائي على صورة المصباح. أين هو الزجاج؟ نعم أحسنتي. أين فتيلة التنجستين؟ لدينا هنا نقطة التوصيل، ممتازة. وهنا فتيلة التنجستين. نعم، وهنا القاعدة. ما المقصود بالفتيلة؟ كما نراها هي سلك رفيع يتوهج عندما يسري التيار عبره ثم يصدر الضوء، وهي من مصنوعة من مادة تسمى التنجستين. عند فتح المفتاح الكهربائي تصبح الدائرة مفتوحة، فلا يسري فيها التيار الكهربائي، ولا تتوهج الفتيلة، ولا يضيء المصباح. عند إغلاق المفتاح الكهربائي تصبح الدائرة مغلقة، فيسري التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية، وتتوهج الفتيلة، ويضيء المصباح. ماذا تعتقد يا عزيزتي الطالبة؟ ماذا لو تم استبدال فتيلة المصباح بمادة بلاستيكية؟ هل يسري فيها التيار الكهربائي؟ أحسنتي، لا يسري فيها التيار الكهربائي ولا يضيء المصباح. المادة التي يسري فيها التيار الكهربائي وبالأخص فتيلة المصباح مصنوعة من مادة التنجستين. ممتازة. وضحي كيف يمكن إضاءة مصباح كهربائي بدون قاعدة داخل دائرة كهربائية. يوصل مع الدائرة الكهربائية عن طريق نقطتي التوصيل الموجودتين في قاعدته كما نرى في هذا الشكل. لقد أوصلنا هذا المصباح من نقطتي التوصيل، النقطة الأولى والنقطة الثانية. فسر في الدائرة الكهربائية الآتية لا يضيء المصباح. على الرغم من أن الدائرة الكهربائية مغلقة والتوصيل صحيح لكلا القطبين للخلية الكهربائية ونقطتي التوصيل للمصباح، هيا فكري عزيزتي الطالبة، لماذا لا يضيء هذا المصباح؟ أحسنتي، قد تكون فتيلة المصباح الكهربائي تالفة أو نفذت طاقة الخلية الكهربائية. أحسنتي، ممتازة. هيا بنا عزيزتي الطالبة نفتح الكتاب المدرسي صفحة 18 ونفسر سبب إضاءة المصباح في الدائرة A وعدم إضاءته في الدائرة B. لدينا هنا في الدائرة A نقطتي التوصيل في المصباح متصلتين مع قطبة الخلية، فالدائرة مغلقة. أما الدائرة B نقطتي التوصيل في المصباح متصلتين مع قطب واحد للخلية فقط،
فهي دائرة مفتوحة. إذا كانت إجابتك صحيحة عزيزتي الطالبة، ضعي لنفسك نجمة. هيا بنا نفكر تفكيراً ناقداً. وضح كيف يمكن أن يكون المصباح الكهربائي تالفاً بينما يبدو شكل الخارجي سليماً وغير مكسور. قد نرى بعض المصابيح عزيزتي الطالبة سليمة وغير مكسورة، ولكنها لا تضيء. كيف؟ نعم، قد تكون الفتيلة محترقة نتيجة مرور تيار كهربائي عالي، وبالتالي لا يضيء المصباح. أحسنت يا عزيزتي الطالبة. ما أهمية الأسلاك الكهربائية في الدائرة الكهربائية؟ الأسلاك الكهربائية تصل دائماً أجزاء الدائرة معاً، وتعمل على نقل الكهرباء في الدائرة المغلقة من الخلية إلى المصباح مروراً بالمفتاح. هيا بنا نتوقع ما المواد التي تصنع منها الأسلاك الكهربائية كما نرى في الشكل. نعم، تصنع من الألمنيوم والنحاس. فسري إجابتك عزيزتي الطالبة، لماذا تصنع من هذه المواد بالأخص؟ لأنها موصلة جيدة للكهرباء. ممتازة، أحسنتي. فسري، تغلف الأسلاك الكهربائية بالبلاستيك لأن البلاستيك لا يوصل الكهرباء. ماذا لو استخدمنا لشحن الهاتف أسلاك كبيرة الحجم؟ لدينا هنا أسلاك مختلفة الحجم، ماذا سوف يحدث للهاتف؟ أحسنتي، الهاتف يحتاج إلى كمية من التيار الكهربائي كمية صغيرة، أما إذا وضعنا له أسلاك كبيرة الحجم يحصل على تيار كهربائي كبير، وبالتالي يتلف هذا الهاتف. إذن تتنوع أحجام الأسلاك، أسلاك مختلفة مثل شاحن الحاسب، الهاتف، سماعات الأذن. كما نرى عزيزتي الطالبة لديها أحجام مختلفة، فكل جهاز له كمية يحتاج إلى كمية كهرباء مختلفة عن الآخر، ويحتاج إلى كمية من التيار الكهربائي مختلف عن الآخر. إذن عزيزتي الطالبة، هيا نفتح الكتاب المدرسي صفحة 19. لماذا تصنع الأسلاك الكهربائية غالباً من النحاس؟ نعم، لأن النحاس يوصل التيار الكهربائي بشكل جيد. أحسنتي، ضعي لنفسك نجمة. هيا بنا نفكر تفكيراً ناقداً. تختلف أحجام أسلاك التوصيل باختلاف الأجهزة الكهربائية، فسري ذلك. ممتازة، كما قلنا سابقاً، حسب كمية التيار الكهربائي التي يحتاجها كل جهاز، وكل جهاز يحتاج إلى كمية مختلفة. ممتازة، والآن هيا بنا إلى نهاية الدرس. هيا بنا نفتح الكتاب المدرسي صفحة 26. ركب فيصل الدائرة الكهربائية كما في الشكل، وأعتقد أنها مغلقة، لكنه لاحظ عدم إضاءة المصباح. ساعد فيصل في تفسير عدم إضاءة المصباح، ثم اشرح له الطريقة الصحيحة لإضاءة المصباح. لماذا لم يضيء هذا المصباح عزيزتي الطالبة؟ نعم، هذه الدائرة مفتوحة. لماذا هي مفتوحة؟
بسبب خطأ توصيل المصباح من نقطة واحدة فقط، والطريقة الصحيحة هي توصيل المصباح من نقطتي التوصيل. أحسنت يا عزيزتي الطالبة، ممتازة. هيا بنا نفتح الكتاب المدرسي صفحة 27. سؤال السادس: ما الجزء الذي يساعد على توصيل أجزاء الدائرة الكهربائية معا؟ نعم، الأسلاك الكهربائية. أحسنتي. لقد انتهى درسنا لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.